السلام عليكم. بعد وفاة كاتب كبير أحمد خالد توفيق الله يرحمه، بعض الجرانين حاولت تعمل إثارة فقالت إن هو تنبأ بيوم وفاته، وإن هو كتب قد تكون جنازتي يوم 3 أبريل بعد صلاة الظهر. هي في الحقيقة هو الكلام ده فعلا مكتوب في كتاب قهوة باليورانيوم، واتنشر قبل كده في مقالة بتاريخ ابريل 2012. هو الفكره ان اكيد اللي قرا المقاله او ما اكتفاش بان هو يقرا الصوره يعرف ان هو الدكتور احمد خالد توفيق كان بيتكلم عن حاجه حصلت في الماضي، كان بيتكلم عن تجربه حصلت ليه في الماضي في ابريل 2 ابريل 2011، فبيحكي اللي حصل. تمام، قدر الله ان يصاب بالازمه في نفس اليوم، او هو كان بيعمل عمليه الله اعلم، فتوفاه الله الله يرحمه. فللاسف الناس قالت الصورة وراجل تنبأ والراجل يعني معجزة وحاجات زي كده. لا، هو ما كانش بيتكلم عن المستقبل، هو كان بيحكي حاجة حصلت في الماضي وقدر الله سبحان الله انها تتكرر بعديها في 2018. نسأل الله ان هو يرحمه، وكان هادم للأساطير والخرافات والأكاذيب، ف يعني مش عايزين موته نحوله لخرافة وأسطورة. لا، هو الله يرحمه عمل كتير جدا واستفدنا منه كتير جدا وفهمنا حاجات كتيرة جدا، ولو احنا مشينا على نفس النهج بتاعه لازم نكذب الأساطير اللي زي ديت.